السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنحل لاب الستاتيك راوتينج انترميديت كونفيجريشن. بإذن الله هنحل مع بعض لاب 22، وده شكل عندي للاب 22. من الآخر أنا عايز أخلي بي سي 1 يقدر يروح إلى بي سي 2 وكذلك العكس. فالفكرة إن أنا هروح على راوتر 1 وأقول له لو أنت عايز تروح لـ 2.0، مش هقول له بقى تروح للراوتر 2 اللي هو 10.0.10، لأ، هقول له ايه تروح الى النكست هاب اي بي. دي قاعده في الستاتيك راوتنج، تمام؟ ان انت هتدايركت الراوتر على ديستنيشن نتورك، فانت على راوتر 1 مثلا هقول له لا روح لراوتر 3، راوتر 3 اقول له روح لراوتر 4، راوتر 4 روح لراوتر 2 وهكذا. وبرضه اقول له راوتر 2 لو انت عايز تروح ل 1.0 روح الى راوتر، برضه راوتر 2 هقول له لو انت عايز تروح ل 1.0 روح الى راوتر 4، راوتر 4 عايز تروح 1.0 روح لراوتر 3، راوتر 3 عايز تروح 1.0 روح الى ايه راوتر 1. فالموضوع هعمله ايه رايح جاي، تمام؟ عشان اقدر اخلي ايه بي سي 1 يقدر يبينج على بي سي 2. فالبدايه عندي من اول راوتر 1، هروح على راوتر 1 وكومب تي، ثم اكتب اي بي راوت. لو انت عايز تروح الى 2.0.255.0 روح الى مين؟ ممكن اقول له دايركت الى فاصل 2.0/1، تمام؟ طيب كلام جميل. ثم هروح الى راوتر 3 وهقول له راوتر 3 لو انت عايز تروح الى اي بي راوت الى 2.0 على السبنت اللي هو سلاش 24 روح الى فاصل 2.0/1، ولو انت عايز تروح الى 1.0 اها روح الى، ارجع الى راوتر 1 اللي هو تطلع على راوتر 1 عن طريق فاصل 2.0/0. عظيم. هروح برضو الى راوتر 4 enable compt اي بي راوت لو انت عايز تروح الى 2.0 على السبنت دي، روح الى فاصل ايثرنت 0/1 اللي هو بيودي راوتر 4 على راوتر 2، ولو انت عايز تروح الى 1.0 روح الى فاصل 2.0/0 وهروح الى راوتر 2 enable compt اي بي براوت لو انت عايز تروح الى 1.0، تمام؟ روح الى فاصل ايثرنت 0/1 اللي انت راوتر 2 متصل بيها لراوتر ايه راوتر 4، تمام؟ وبالتالي هروح الى بي سي 1 اديله اي بي 1.2/24 والديفولت جيت واي 1.1، وكذلك هعمل نفس القصه على بي سي 2، بي سي 2 اي بي 2.2/24 2.1. عظيم. وبالتالي هبينج من بي سي 2 على بي سي 1 او العكس، 1.2. بصوا يا شباب، المفترض بي سي 2 بيبعت الفي بي سي على جي ان 3 بيبعت 5 باكت، تمام؟ فالمفترض بي سي 2 هيفوت اول باكت، هيسقط اول باكت لانه عشان يعمل ارب عشان ياخد الايه الماك ادرس على فاصل 2.0/0، تمام كده؟ الديفولت جيت واي بتاعه، يبقى كده في باكت اتفوتت. وبرده نفس القصه عشان راوتر 2 يعرف الماك بتاع ايه فاصل 2.0/1، ادي كده 2 باكتس هيروحوا. وبعد كده نفس القصه عشان 4 يعرف الماك بتاع 0/1، يبقى كده عندي باكت 2 3 4 تمام و 5، يعني المفترض في 5 باكت هيضيعوا، تمام؟ اهو بصوا 5 باكت هيضيعوا. وبعد ذلك هتلاقي اول ما ندوش مره ثانيه هتلاقي الدنيا ايه رجعت ثاني. اهو تمام. ليه بقى هنا؟ تمام ليه؟ لان من الاخر برضو اما حب بي سي 1 يرد، اوكي، يعني مفترض ادي اول باكت دي من بي سي 2 الى راوتر 2، ودي من راوتر 2 لراوتر 4، ودي ل 3، ودي من 3 ل 1، ودي من بي سي 1 الى مفترض من بي سي 1 الى راوتر 1، وممكن ودي بقى من راوتر 1 الى راوتر 3، ودي من راوتر 3 الى راوتر 4، تمام؟ وبالتالي انا عندي اهي الباكتس رجعت زي ما هي. عظيم، حلو قوي كده. احنا خلصنا اللاب 22. أنا أعتبر خلصت، أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.